طالب عندي هون بالصف أنا أعتبره قصة نجاح، مش لسبب معين، بس كل واحد منهم يحمل سبب جواته. هون شغالين على مجموعة من الأهالي السوريين في المخيمات المتفرقة، عملنا على تدريسهم من الصفر زي ما يحكوا من منهج الصفر لمستوى يعني إنه يقدروا يفكوا الخط، يكتبوا ويتعلموا. عمري 10 سنوات، كنت لا أعرف لا أقرأ ولا أكتب، بس هون تعلمت عند الأنسة عفراء قراية الإنجليزي والعربي والرياضيات والقرآن. أشكرها كثير وأحس المدرسة مدى بيتي الثاني. أنا حاب أتعلم بس لصير كبير بصير طيار. وأنا حاب أحقق طموحي كتير، طموحي أني أصير دكتورة. Wow.